الإجهاض المميت، كارثة جديدة نكشفها في مبتدأ. مافيا لتجارة برشام الإجهاض عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أي رقابة. الخطير في الأمر ادعاؤهم بأن برشام الإجهاض هذا آمن للاستخدام في المنزل دون أي متابعة طبية، الأمر الذي يعرض حياة مستخدمي للخطر الشديد الذي يصل إلى حد الموت. الحبوب دي أساساً بتجرب من المستشفى. أيوة طبعاً، هي هتلاقي مكتوب عليها للمستشفيات فقط، ما بتخرجش ولا في الصيدلية ولا في أي مكان، بياخدوها المستشفيات يعملوا بيها العمليات دي، فاهماني؟ بس انا حاولت اجيبه من الصيدليه اصلا ما عرفتش، قال لي ما بيتباعش. ليه مش بيتباع في الصيدليه؟ وعلى فكره دي من اخطر المواد اللي ممكن ممكن تؤدي بالحياه المريضه اللي بتاخده، تموتها بمعنى الكلمه. هو زي ما الدكتور قال لي صح، ب 1000 صح؟ ب 1000 جنيه الشريط ولا الدواء كله؟ الشريط ب 1000. الشريط هي بتحتاج قد ايه طيب؟ هي المفروض ان هي بتاخد شريطين او شريط. هو كده المفروض ان انت تاخد شريطين اثنين. انت هتاخد واحد، ممكن تاخد واحد النهارده اول ما يبدا عليها تنزيل الدم عشان ما تروحش للدكتور، بتاخد واحد تاني. اي دواء غير ما الدكتور يكتب الجرعه بتاعته صح اكيد لازم ما يبقاش امن في البيت. ويعني واخطر حاجه ممكن تحصل للست نزيف ما بعد الاجهاض دوت ممكن يوديها في داهيه، ممكن يعني يودي بحياتها بالمعنى الكامل، واقل حاجه ان هو ممكن نعمل استئصال للرحم كامل بعد الاجهاض. بس انا ممرضه وعارفه الناس ماشيه ازاي وشغاله ازاي. ماشي، بس انت متاكده ان ده او البرشام بتاع النهارده؟ والله العظيم ثلاثه وحياه ربنا، والله العظيم ما في اي حاجه، بس هي هتحس بشويه الم، بس يا ريت تبقى بره البيت. ويبقى غياب الضمير والرقابه هما محركا لتلك التجاره التي تتم بشكل علني دون اي حساب.